جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صاد جيم من الخرج بعث يسأل ويقول: لدي مغسلة ملابس استأجرها مني شخص آخر لمدة سنة وستة أشهر، فكيف تكون الزكاة على هذه الأقساط الشهرية علما بأنها قد انتهت أقساطها؟ جزاكم الله نعم، خيرا. لدي مغسلة ملابس استأجرها مني شخص آخر لمدة سنة وستة أشهر، فكيف تكون الزكاة على هذه الأقساط الشهرية علما بأنها انتهت أقساطها؟ يبدأ أن نستأجرها بالتقسيط. نعم، الزكاة تجب في الأجرة طيب، إذا حال عليها الحول ابتداء من العقد. نعم، تجب في الأجرة إذا حال عليها الحول ابتداء من العقد، سواء كانت هذه الأجرة تأتي دفعة واحدة أو كانت تأتي على أقساط. إذا تم عليها سنة من جريان العقد فإنها تجب فيه الزكاة، سواء وصلت إليه أو كانت في ذمة المستأجر. نعم.